لك شو صار لكم فجأة؟ شو بكن؟ خلصنا هدو عيب اللي عم بتعملوه. ستي بترجاك هذا غلطي غلطي أنا ما رح أحكي شي بنوب بعترف إنه غلطت أنا آسفة فيكن تعاقبوني بأي طريقة بدكن ياها وأنا جاهزة فيكن تعاقبوني بترجاكن عاقبوني على غلطي أنا بعتذر الكل سمع؟ هاي لاكش أنت عن أي عقاب عم تحكي؟ شو عملتي؟ ليش بدك تتعاقبي؟ شو اللي عملتي؟ يلا جاوبي أنت بتتذكري اللي عملتي؟ لا يعني إذا حدا قلك شي وقتها بتعرفي إنه ما عملتي شي إيه بس وقتها كل شي قلتيه بدل إنه أنت ما كنتي بوعيك لهيك ما عرفت اللي صار أبداً وما عم تتذكري اللي صار معك ما بعرف ليش هدول الناس ما عم يفهموا ما كنتي بوعيك يعني القصة واضحة خلاص تماماً اسكتوا اتنيناتكم ما سمعتوها لاكشمي بدها تتعاقب وين المشكلة بقى فهموني معك حق لاكشمي أخيرا قبلتي غلطتك وحتى جاهزة تتعاقبي وهيك ما بقى بترجعي بتعمليها لحظة شوي يمكن لاكشمي في عندها دافع صح؟ سونيا خلص اسكتي بقى بكفي لهون خلصنا وأنا عم قلكن لآخر مرة فهمانين؟ إذا أنا غلطت ما رح تتساهلوا معي لهيك اسكتوا وما تحكوا أي شي عن لاكشمي فهمتوا؟ بترجاكي عادي نحن هون لحتى ناكل وبس خلينا ناكل بلا نقاش ولاكشمي أنت بالأول كلي وبعدين بتقرري شو نوع العقاب اللي بدك إياه خلاص ماشي؟ ما رح نخرب الجو يلا بدنا ناكل تعالوا ريش. يلا ريشي عود كمان جيب له كرسي يلا الكل هلأ يسمعني في شاب رح يشوف لاكشمي ورح يكون العرس أكيد كتير منيح بس بعرف شو رح تقول العريس منيح كتير